حبايبي أبطال الصف السادس الابتدائي مستر نصري loves you so much. مكملين مع بعض يونت 3. النهاردة عندنا درس جميل جدا جدا جدا، ستوري قصة، وكمان فاطمة. فاطمة faces her fear. فاطمة تواجه خوفها. هي بتخاف من ايه اساسا؟ هنعرف مع بعض. فاطمة faces her fear. عندنا قصة جميلة، pronunciation جزء خاص بالنطق. يلا يا ابطال كالعادة نقرا مع بعض اهم الكلمات. dear wolf incredible 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 cool secret 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 fear 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 bear bear delicious 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 heights heights الجي والاتش سايلنت heights heights bottle 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 clear 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 hill hill hill. يلا يا أبطال نتأكد من النطق الصحيح. أنت وقفل المايك، هقول عربي وأنت تقول إنجليش وتتأكد معايا. غزال، دير، ذئب، وولف، هائل، رائع، لا يصدق، incredible، منعش، بارد قليلا، cool، سر، secret، خوف، fear، لكن خائف، afraid أو scared، دب، bear، لذيذ، delicious، مرتفعات، heights، بركة مياه صغيرة، bottle، نقي، clear، tell، hill، H I double L، forest forest forest، dome of apple هوا، dome of apple هوا، قبة جميلة جدا جدا موجودة في أسوان. هنروح مع بعض دلوقتي أسوان وهنشوف القبة شكلها إيه وجمالها إيه مع بعض. دوم أوف أبو الهوى، فوكس فوكس، تينيج تينيج تينيج، ستريم ستريم ستريم، باك جراوند باك جراوند باك جراوند، فانتاستيك فانتاستيك، مونيمنت مونيمنت مونيمنت، بلو ليك بلو ليك بلو ليك، افريد افريد افريد، بريف بريف. نتأكد من النطق الصحيح من الكلمات. غابة فورست، قبة أبو الهوى دوم اوف ابو الهوى، ثعلب فوكس، مراهق يعني في سن اعدادي كده يا ابطال، تينيج، جدول مائي او ينبوع ماء، ستريم، خلفية، باك جراوند باك جراوند، رائع، فانتاستيك، أثر يعني بقايا من المباني أو بعض من المعابد والمباني اللي بناها المصريون القدماء مثلا، مونيمنت، بحيرة زرقاء، بلو ليك، خائف، أفريد، شجاع، بريف. disappoint يحبط، disappoint disappointed أحبط، ونستخدمها كمان كصفة disappointed محبط، decide decided
ريتش، ريتشد. اوعى تقول لي ريتش، ريتش ده غني، لكن ريتش يصل، ريتشد. بريز، بريز. ليفت، ليفتد. فيس، فيست. سباركل، 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 سباركل. افعال منتظمه لو الفعل منتهي بايه بنضيف له دي، زي دي سايد، بريز، فيس. الفعل مش منتهي بايه بنضيف له اي دي، ديسابوينت، ديسابوينتد. ريتش، ريتشت. ليفت، ليفتد. هنا سبارك الاخيرة ايه بنضيف دي بس يا ابطال. تعبيرات مهمة جدا جدا. افريد اوف، افريد اوف، خائف من. ام افريد اوف دوجز، ام افريد اوف سنيكس، افريد اوف. فاطمة is afraid of heights، خائفة من المرتفعات. go back to، go back to. I go back to the hotel to have lunch. go back to، يعود إلى. I go back to the hotel to have lunch. climb up the hill to، climb up the hill to، يتسلق التل. فاطمه and her cousin climb up the hill to reach the dome، لكي يصلوا الى القبه. feel proud، feel proud، يشعر بالفخر. I feel proud of my parents، اشعر بالفخر بوالدي. proud of، فخور ب. I'm proud of Egypt، فخور بمصر الجميلة. I'm proud of my teacher، I'm proud of my school، I'm proud of my dad، I'm proud of my mom، فخور ب. Face her fear، تواجه مخاوفها. زي ما قلنا اسم الدرس فاطمة، faces her fear. run on through، run on through. هنشوف قد ايه الغزال بيجري through the forest. the deer runs on through the forest. come out of، come out of، يخرج من. it comes out of the blue lake just then، في ذلك الوقت. اهم جمل الدرس اللي خاص بفاطمة تعالى نسمعهم مع أبطال الصف السادس. نبدأ بلوجي. first time أسوان. it's famous، it's first time in Aswan، famous دي places. sentence، sentence. دي أول زيارة لأمل في أسوان. it's Amal's first time in Aswan، famous places لوجي. Amal wants to see all the famous places. أمل تريد أن ترى كل الأماكن المشهورة. عمر، دوم أوف أبو الهوى. Fatima and Amal visit the dome of Abu al-Hawa. فاطمة وأمل بيزوروا قبة أبو الهوى. afraid of heights، مؤمن. afraid of heights. فاطمة is afraid of heights. afraid of، afraid of يعني scared، خائف. فاطمة is afraid of heights. محمد عبد الرحمن scared، scared. تفضل يا محمد نقرأ. I can't hear you، مش سامع كويس. عمر help. Okay مستر. Amal helps Fatima. Amal helps فاطمة، ساعدتها طبعا to face her fear. feel calmer، مؤمن. فاطمة feels calmer. فاطمة feels calmer.
فاطمة في النهاية خالص بدأت تشعر بأكثر هدوءا. تعال مع بعض نحل السؤال الأول. لوجي نمبر 1 read and answer. A space is a brown animal with long horns. Deer. حيوان لونه بني بقرون طويلة. دك بطة. Yes. دير غزال. ليزرد سحلية. سنيك ثعبان. اكسلنت لوجي. دير نمبر 2 عمر. I will send mom of my blue dress. Belt. Be deemed. I'll send mom. هرسل لماما ايه؟ لفستان الجديد. هرسل لها Photo. فوتو صورة Photo. كيف كهف ستيك عصاية بيلت حزام. هرسل لها ايه لفستان الجديد؟ فوت فوتو. لازم اترجم يا بطل. مؤمن. She suddenly fell in and وقعت and got her clothes. بدل فاضل. هي بدل فاكرة اكسلنت يا مؤمن. ممكن نقعد في مكان هادي يا مؤمن اكثر هدوء. محمد عبد الرحمن نفتح المايك. فضل. I am not afraid of anything. I am not afraid of anything. أنا مش خائف من أي شيء. I am very إيه؟ نسمع لوجي. Brave. brave. أنا مش خائف من أي شيء. I am free. أنا حر. I'm busy مشغول. I'm brave شجاع. lazy كسول. هختار brave. excellent لوجي. فاطمة faces her fear. نركز مع بعض. فاطمة's favorite cousin أمل comes to visit her. أمل بنت عم فاطمة ذهبت لزيارة فاطمة. is Amal's first time in Aswan. أول مرة أمل تزور أسوان. She's very excited. She's very excited. متحمسة. She wants to see all the famous places. She wants to. تريد أن ترى كل الأماكن المشهورة في أسوان. أمل شوز فاطمة أفوتو. أمل عرضت على فاطمة صورة. Can we go visit the dome of أبو الهوى? Can we go visit? هل يمكننا الذهاب لرؤية وزيارة قبة أبو الهوى? We can climb up the hill to it. زي ما شايفين في الصورة. This is the dome of Abu al-Hawa. هي دي قبة أبو الهوى موجودة في أسوان أعلى تل. We can climb up the hill to it. ممكن نتسلق التل. There is a great view from there. يوجد منظر رائع من هناك. So Amal is excited to visit the famous places in Aswan. Amal wants to visit the dome of Abu al-Hawa. Amal wants to climb up the hill to it. Amal wants to watch the great view. المنظر الرائع من أعلى التل أعلى قبة أبو الهوى زي ما شايفين في الصورة. جمال المنظر وروعة المنظر. ولكن فاطمة doesn't know what to say.
فاطمة مش عارفة تقول لها إيه. She wants to make أمل happy. هي تريد أن تجعل أمل سعيدة. ده جاية لي من بلد بعيدة ومسافرة، وجاية لي أسوان علشان تستمتع، عشان تشوف الأماكن المشهورة إن أسوان. أعمل إيه؟ I have a secret. فاطمة بتكلم نفسها. I have a secret. أنا عندي سر. I'm afraid of heights. أنا خايفة من المرتفعات. How can I climb up the hill to the dome؟ كيف يمكنني أتسلق إلى التل؟ إزاي أتسلق التل وأصعد إلى القمة؟ What can I do؟ هعمل إيه؟ فاطمة بتكلم نفسها. فاطمة doesn't know what to say. She wants to make Amal happy. Make معناها تجعل. But she has a secret. She's afraid of heights. خايفة من المرتفعات. How can she climb up the hill to the dome؟ إزاي هتتسلق التل إلى القمة؟ خلاص أنا أقول لها، معلش يا أمل، ممكن نختار مكان تاني ونزوره علشان أنا خايفة من المرتفعات. أكيد أمل هتزعل، صح يا أبطال؟ أكيد أمل هتحبط. أنا جاية من مكان بعيد أسوان علشان أزور، to visit the dome of الهوى، أبو الهوى. وفي الآخر بتقولي لي you are afraid of heights. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تعال نشوف. فاطمة doesn't want to disappoint her cousin. فاطمة لا تريد أن تحبط بنت عمها. So she decides to face her fear. قررت تواجه خوفها. That's a good idea. يا لها من فكرة جيدة. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ لازم أبسط بنت عمي اللي جاية من مكان بعيد لأسوان. I don't want to disappoint my cousin. لا أريد أن أحبط بنت عمي. So I decide to face my fears. I decide to face my fear. قررت أواجه خوفي. ماشي يا أمل. That's a good idea. That's a good idea. Let's go on Tuesday. هيا نذهب يوم الثلاثاء in the afternoon. بس بقول لك حاجة يا أمل. Let's go on Tuesday in the afternoon. هنروح بعد الظهر. ليه طيب؟ We can watch the sunset. شايفين جمال غروب الشمس قد إيه من القمة، من قبة أبو الهوى. Let's watch the sunset in the late afternoon. يوم الثلاث جه، وقت صعب جدا لفاطمة. فاطمة is afraid of heights. فاطمة خايفة من المرتفعات. أكيد قالت لأمل، أنت عارفة يا أمل، I'm afraid of heights, but I decide to face my fear. أنا خايفة من المرتفعات ولكن قررت أواجه مخاوفي. To make you happy. علشان أبسطك. Please help me, أمل. ساعديني يا أمل. To face my fear. It's Tuesday and the girls are at the dome of Abu al-Hawa. يوم الثلاث جه والبنات موجودين في قمة أبو الهوى، في قبة أبو الهوى. After a long climb. أنا متخيل فاطمة دلوقتي ماشية بطيء جدا جدا جدا، بتتسلق الجبل بصعوبة، عندها خوف كبير جدا. She's afraid of height. علشان كده قال لنا في القصة After a long climb، بعد تسلق طويل. متخيلين وجه فاطمة هيكون ايه؟ ابيض ولا اصفر ولا احمر؟ هنشوف من الخوف اكيد ابيض.
they reach the top, وصلوا إلى القمة. فاطمة's face is white. وجه فاطمة أبيض. She's very scared. خايفة جدا جدا. But أمل takes her hand and smiles. أمل أخذت إيديها وشجعتها. Breathe slowly. Breathe slowly. لما تكون خايف من حاجة لازم تواجهها ولازم تتنفس ببطء علشان تساعد نفسك إنك تتغلب على مخاوفك. بدأت تشجعها support يدعم encourage يشجع. أمل supports her cousin. أمل بتدعم فاطمة بنت عمها. You can do this. You can do this. You can do this. شجعوا فاطمة كلكم. You can do this فاطمة. You can do this فاطمة. تشجيع. Now look around. انظري حولك. Wow. It's a fantastic view. منظر جميل. فاطمة feels calmer. بدأت تهدى. She lifts her head to look at the view. بدأت تنظر هي ورفع رأسها على المنظر الجميل. It is incredible. It is incredible. It is incredible. يا لجمال وروعة المنظر. Suddenly فجأة ده فجأة. She doesn't feel scared. لم تعد تشعر بالخوف. Anymore. She doesn't feel scared anymore. فاطمة doesn't feel scared anymore. فاطمة faces her fear. فاطمة is not afraid of heights now. فاطمة دلوقتي مش خايفة من المرتفعات. She feels proud to live in such a fantastic place. She feels proud. تشعر بالفخر إنها تعيش في المكان الرائع ده. فاطمة faces her fear. خلي بالك لما تكتب قصة معينة زود لها بشوية صور شوية خلفيات علشان تبين قد إيه أحداث القصة والشخصيات. كمان عندنا قصة جميلة كمان الغزال الصغير اللي عنده خوف من أي حيوان يقابله أكبر منه عايز يأكله. لو قابل فوكس هيقول فوكس wants to eat me. الثعلب يريد أن يأكل. هيقابل وولف ذئب هيقول كمان وولف wants to eat me. الذئب يريد أن يأكلني. تعال مع بعض نشوف القصة بتاعتنا. Little deer runs through the forest. الغزال الصغنن بيجري في الغابة. He comes to a beautiful blue lake. أتى إلى بحيرة لونها أزرق وجميلة. And decides to stop. قرر إنه هو يشرب for a drink. يشرب a drink of water. Just then he sees wolf. فجأة رأى ذئب. Wolf has a drink from the lake. الذئب بيشرب كمان من البحيرة. Oh no, says little deer. الغزال الصغير خاف جدا. Oh no, I can't drink from the same lake as wolf. I can't drink. لا يمكنني أن أشرب from the same lake as wolf. Wolf wants to eat me. الذئب يريد أن يأكلني. اجري بسرعة طيب يا غزال أحسن يأكل. فعلا little deer runs on through the forest. جري خلال الغابة. طب ما هو لسه عطشان هيعمل ايه؟
Next, he comes to a river. وصل إلى نهر. The river is cool. النهر كان منعش and clear وكمان صافي. But as little deer goes to drink from it, الغزال رايح يشرب من النهر المنعش. He sees bear. شاف دب. Bear has a drink from the river. الدب بيشرب من النهر. Oh no, I can't drink from the same river as bear. Bear wants to eat me. نفس الجملة اللي قالها في المرة السابقة مع اختلاف الشخصيات. الجزء الأول قال إيه؟ Oh no, I can't drink from the same lake as wolf. Wolf wants to eat me. دلوقتي بيقول إيه؟ Oh no, I can't drink from the same river as bear. Bear wants to eat me. كل حيوان بيشوف الغزال، الغزال متهيأ له إن هو هيتاكل من الحيوان اللي هو قدامه. لسه العطش مستمر مع الغزال. Little deer runs on through the forest. He comes to a small stream. وصل إلى جدول وينبوع ماء صغير. حد سيب البحيرة الجميلة الصافية. حد سيب ويترك النهر الجميل ذات المياه المنعشة ويجي عند جدول صغير. أعمل إيه؟ The deer is afraid of wolf and bear. هو خائف من أي حيوان بيقابله. ماشي مش مشكلة، هو صغير small stream بس هشرب. The stream sparkles in the sun. الينبوع والجدول يتلألأ في الشمس. Finally he says، أخيرا الغزال قال I can have a، لسه كان هيقول I can have a drink of water، هشرب ميه. Oh no, I can't drink from the same stream as fox. شاف فوكس بقى. Fox wants to eat me. الثعلب المكار يريد أن يأكلني. Oh no, I can't drink from the same stream as fox. Fox wants to eat me. الكاتب عايز يعلم لنا كلنا ان احنا نقول الجملة دي باكثر من شخصية. Oh no, I can't drink from the same stream as fox. في الاول قلنا from the same lake as wolf. بعد كده the same river as bear. Fox wants to eat me. Wolf wants to eat me. Bear wants to eat me. ايه الحكاية؟ مش هشرب. الغزال عطشان جدا. الثعلب بيشرب. الدب بيشرب. الذئب بيشرب. لا انا هجري بدل ما هتاكل. Little deer runs on through the forest. جري كمان خلال الغابة. He comes to a large puddle. وصل لبركة كبيرة قوي. It isn't blue like the lake. مش زرقاء مثل البحيرة. ليست زرقاء مثل البحيرة. It isn't cool and clear like the river. ليست منعشة ولا صافية مثل النهر. And it doesn't sparkle like the stream. لا تتلألأ مثل المجرى وينبوع وجدول الماء. But little deer is very thirsty now. عطشان جدا جدا الغزال. هيعمل ايه؟ البركة مش نظيفة. البركة مش بتتلألأ زي الينبوع. ليست صافية ومنعشة مثل النهر. ليست زرقاء مثل البحيرة. اعمل ايه؟
انا خايف من الحيوانات تاكلني. Just then little deer sees little bird. هو بيشرب من البركة، طائر صغير جه. Little bird sees little deer. الطائر الصغير رأى الغزالة الصغيرة أيضا. But she isn't afraid. الطائر مش خائف من الغزال. Little bird has a drink from the bottle. الطائر الصغير شرب من البركة. Little deer watches little bird. الغزال كان بيراقب العصفور الصغير. He thinks, أعتقد, if little bird can be brave, I can be brave too. لو الطائر الصغير استطاع أن يكون شجاع، أنا ممكن كمان أستطيع أن أكون شجاع أيضا. Don't be afraid of animals. You can be brave. Little deer goes back to the beautiful blue lake. الغزال الصغير يعود إلى البحيرة الزرقاء الجميلة. He sees wolf, bear and fox. هو بيرى الذئب، الدب، الثعلب. But this time, في هذه الوقت أو في هذا الوقت، little deer goes to the lake and has a drink. اتملأ قلبه بالشجاعة وذهب يشرب من البحيرة. It is delicious. It is delicious. لذيذة جدا. Little deer feels happy. الغزال الصغير دلوقتي شعر ان هو سعيد وكمان proud. Proud. جمل مهمة جدا. تعال نسمع لوجي فورست. تفضلي يا لوجي. لوجي نفتح المايك نسمع عمرو الجميل. تفضل يا عمرو. اوكي مستر فورست. A little deer runs through the forest. الغزال الصغير بيجري خلال الغابة. وولف درينك مؤمن. Yes, مستر. وولف Wolf. The bear wants to eat the deer. Yes, احنا هنا يا مؤمن. The wolf has a drink from the lake. The river is cool and clear. The bear wants to eat the deer. محمد عبد الرحمن. The fox wants to eat the deer. Happy proud. قلنا في النهاية الغزال شعر بالسعادة والفخر كمان. عندنا صوت جميل جدا، أصوات ساكنة أولية بتيجي في الأول. Wolf, window, water. Vegetables, vegetables. Violin, violin. Volcano, volcano. Wet, wet. Whale, whale. Warm, warm. Web, web. Walk, walk. West, west. Watch, watch. White, white. Vet, veil, veil. Village, village. Vase, vase. Van, van. Vest, vest, vest. Visit, visit, visit. Can you read, عم؟ Okay, mister. With, war, warm, whip, walk, west, watch, white,
vet again again wet wet wool whale warm whale wet whale wet wet warm web wall west watch wet white وايت يا بطل وايت يس ريد مؤمن فيت فيت فيل فال فاز فان فيست فيست فيزيت فيت فيل فيليج فيز فان فيست فيزيت لوجي ريدي لوجي يس محمد ريد مؤمن ويت انت خدك يس مستر هلا تاني يا مستر ويت وول وور ويب وورك ويست واتش وايت ويت فايل فاليج بيز مستر الو مستر يلا يا عمرو مسافه فيت اوكي فيت فيل فالج فيس فان فيست فيزيت فيل فيلج فيج فيس فان فيست فيزيت اكسلنت ده تمرين بسيط هنكمل بالفي اور دبليو ذا وايت وولف went for a walk with a woman wearing a watch. I visited a very old village and bought a very nice violin. Mr. Nasri loves you so much. لو عجبك الفيديو شيره مع أصحابك. ما تنساش سبسكرايب وفعل الجرس للكل. ما تنساش شير الفيديو مع أصحابك. هنكمل مع بعض في الجزء القادم حل تدريبات المعاصر. Get ready مع مستر نصري.